السلام عليكم سينيور وان، معاكم ميسيس أسماء عبد الحميد، وإنت بتشوف قناة بيولوجي واد أسماء. حل معاك النهاردة أسئلة المعاصر على sex determination in human, abnormal chromosomal cases in human. وده chapter 3 lesson 1، وحسب لك في الوصف قائمة التشغيل هتشوف فيها أسئلة المعاصر والشرح بالترتيب. في آخر الفيديو هحل سؤال مهم عامل مشكلة لكتير مننا. السؤال ده عن ماندلز لوز رقم 11 بيج 37، هحله في آخر الفيديو. الفيديو طويل شوية بس هتستفيد إن شاء الله. بنشوف هنا fertilization أو تزاوج بين male and female. الـ 6 chromosomes in male X and Y. Well, sex chromosomes in male XX. الأوفرز عند المذر المفروض إنه بيعمل meiosis division وproducing ova. الأوفا دي طبعاً containing half number of chromosomes، بتحتوي على نص عدد الكروموسومز، وبالتالي الأوفم هتكون موجود فيها نص العدد، يعني بنشوف فيها 23، يعني كلها عندها 6 كروموسوم اكس بس. ليه انا بكتب هنا اكس واحده وهنا كتبت 2 اكس؟ لان هنا حصل ميوسيس ديفيجن، فحصل ريدكشن للنمبر اوف كروموسومز تو هاف للنص، وبالتالي كل الاوفا هنا هيكون عندها 23 كروموسومز او 22 بلس اكس واحده. اما هنا الفادر XY chromosomes، الـ 2 testes المفروض إنها بتعمل، أو الـ male gonads بتعمل meiosis division producing male gametes اللي المفروض اسمها sperms، والـ sperm هنا ممكن يكون with 6 chromosome Y أو 6 chromosome X، وبالتالي لما يحصل fertilization أو fusion with ova with X مع الـ sperm with Y ده producing son، اللي الكروموسومال ستراكشر بتاعه 44 plus XY، يعني اللتر ده المفروض هيكون Y كروموسوم. نكمل. ولما يحصل fertilization بين السبرم with X مع الأوفم اللي المفروض طبعا ما عندهاش غير 6 كروموسوم X، يعني احتمال واحد بس للأوفا، ده producing daughter with chromosomal structure 44 plus XX، يعني letter ده هيكون XX. يعني بيسألني هنا السؤال كان بيسأل على letter ده و letter R، فهنقول Y و R XX، يعني choice C. Which crossing of the following shows how a son inherits 6 chromosomes from the parent؟ يعني أي cross من ده يوضح توارث ال 6 chromosomes أو كروموسومات الجنسية to produce عشان أو to result son. طبعا ال ovum عندها chromosomal structure ثابت 22 plus X، أما الاختلاف بيكون في السبرم. السبرم ممكن يكون سبرم with Y، يعني chromosomal structure 22 plus Y أو 22 plus X، وبالتالي لما هيحصل fusion اندماج بين السبرم with Y مع الأوفم with X ده resulting son. بالتالي تشايز دي بيوضح لنا ازاي بيحصل توارث لل 6 كروموسومز الكروموسومات الجنسية to produce son. If you know that the number of chromosomes in a skin cell of a female dog is 2X. طبعا skin cell يعني انت هتفكر في الصوماتيك سيل، مش لازم يقولك الصوماتيك، هي skin cell هي الصوماتيك سيل 2X، بنرمز لها ب 2X. يبقى بالتالي بديهي من غير ما تفكر لما يسألنا عن number of chromosomes in sperm هتقول X بس. بس يا ترى هو بيطلب منك هنا number of all chromosomes، عدد الكروموسومز، ولا محدد بيقول الأوتوسومز بس؟ لا، هنا هو محدد بيطلب بس الأوتوسوم، وبالتالي أنا هستبعد
one كروموسوم وهو ال 6 كروموسوم اللي موجود في السبرم، يعني هقول x minus 1 لانه بيسال بس عن النمبر اوف اوتوسوم، بيسال عن بيسال تاني عن النمبر اوف اوتوسومز ان ا ستومك سيل اوف ا ميل دوغ. ستومك سيل يعني كمان برضو انا هروح للسوماتيك كروموسومز او السوماتيك كاريوتايب اللي كان قال لي من الاول انه 2x. هو ما بيسألش على عدد الكروموسومز كلها، هو برضو محدد بيسألني على number of autosomes، يعني هستبعد ال 2 6 كروموسومز، فهقول هنا 2x minus 2. طبعا انا هنا ده مش ده الكاريوتايب بتاع الدوج، بس انا بشبهه لك بالكاريوتايب بتاع الهيومن. Number of chromosomes in the nucleus of kidney cell of a female dog is. احنا قلنا ان السكن سيل في الفيميل دوج كانت 2x، والسكن دي سوماتيك سيلز، واحنا عارفين ان عدد الكروموسومز في كل السوماتيك سيلز ار كونستانت ثابت، يبقى number of chromosomes في السكن 2x، يبقى اكيد كمان في الكيدني سيل هيكون 2x، وده لان number of chromosomes is a constant number، عدد ثابت في كل السوماتيك سيلز، لكن في بس في السبرم او الاوفم او الجاميت بيكون نص العدد x بس. Which of the following statements is not applied to the sex chromosome x؟ يعني هنختار statements لا تتفق مع ال sex chromosome x، يعني هنختار wrong. It is larger in size than chromosome number 8 in karyotype. ده applied حقيقي لأن ال 6 chromosome X مكانه هنا تحديدا، يعني comes after 7th، وإحنا بنعمل descending order، يعني هيكون أصغر من 7 وأكبر من 8. Its increase leads to disturbance in the sex chromosomes. يعني لما بيزيد the sex chromosome X ده بيعمل اضطراب. طبعا زي ما شفنا في Klinefelter syndrome كان عنده sex chromosome X أو chromosomal structure بتاعه XXY. طبعا عمل disturbance واضطراب زي ما شفنا. حقرة choice D. It differs from sex chromosome Y in size and the type of the carry genes. طبعا X بيختلف عن Y. X بيشيل ال female sex characters والميل أو Y بيشيل ال male sex characters، فأكيد they are different. تعال نقرأ choice E. It is larger in size than chromosome number 7. لا طبعا هو أصغر من 7 لأنك بتعمل descending order، ترتيب من الأكبر للأصغر، وبالتالي كروموسوم نمبر 7 هيكون اكبر من كروموسوم 23 اللي مكانه هنا، او 6 كروموسوم اكس اللي مكانه هنا، او بالنسبه للسايز. بس طبعا احنا ما هو doesn't subject to the arrangement، مش بيتبع الترتيب، لا احنا ما دخلناهوش في الترتيب خالص، احنا حطيناه at the end of karyotype. طب لو حطيناه في الترتيب هيبقى مكانه هنا، لانك بتعمل descending order، يعني بيكون أصغر من 7 في السايز مش أكبر، فهذه not applied. فهختار كمان its presence causes differentiation of gonads in the 6 weeks of pregnancy. طب تعالوا نفهم الستيتمنت. لما بيحصل fertilization الأوفم طبعا اللي اتفقنا اللي عندها chromosomal structure ثابت 22 plus X with sperm with X، السبرم ده 22 with X، فطبعا a resulting individual ده producing female. After fertilization بعد الفيرتلايزيشن امتى ال 6 كروموسوم اكس ده هيعبر عن نفسه ويبتدي يكون الاوفرس، لان الريزلتد فيتس او البيبي ده هيكون فيميل. امتى اكس ده يعبر عن نفسه ويكون الاوفرس؟ يكون الاوفرس او الفيميل جينيتال سيستم at او after 12 weeks، يعني تبتدي الأورجانز أو الجينيتال أورجانز يحصل لها differentiation أو تتكون في الفيميل اللي طبعا containing 2 sex chromosome X at 12 weeks مش 6 week هنا، فطبعا الchoice ده not applied. بنشوف هنا الكاريوتايب of Drosophila insect.
حشرة الدروسوفيلا. هنا الكاريوتايب للميل وهنا الكاريوتايب للفيميل. وعايز أوضح لك إن هنا السكس كروموسومز، كروموسومات الجنسية الخاصة بالميل، وهنا السكس كروموسومز الخاصة بالفيميل. عرفنا ازاي او حددنا ازاي الموضوع ده قريب من الهيومن؟ بتشوف اتنين كروموسومز اسيمتريك في الميل واتنين كروموسومز زيهم في نفس المكان سيمتريك متماثلين في الفيميل. من الشكلين دول او التو كاريوتايبس it can be concluded that نستنتج ان سوماتيك كروموسومز differs in male from female. لا طبعا ده wrong، لان السوماتيك كروموسومز في الميل والفيميل في اي species في اي جنس لازم يكونوا constant number، بيكونوا قد بعض ويكونوا similar male and female، مش بس في الدروسوفيلا، ده في اي species في اي جنس تاني. Genes carried on sex chromosome X are similar to that on sex chromosome Y. ده wrong طبعا، بديهي من غير ما ابص للكاريوتايب. اكيد X بيشيل الفيميل سكس كاركترز والY بيشيل الميل سكس كاركترز. Female is responsible for sex determination. Wrong. المسؤول for sex determination هنا الميل زي ما واضح. ليه؟ لان السكس كروموسومز هنا asymmetric مش متماثلة. Male is responsible for sex determination. ده صح. Each of male and female contains long sex chromosomes. ده wrong، لأن لو بصينا في الميل وإحنا حددنا إن بنشوف هنا sex chromosomes، بنشوف sex chromosome long و sex chromosome short. The formation of two testes in the fetus starts after about، بتبتدي تقريبا بعد قد ايه، months from the beginning the pregnancy. ده معناه two testes، ده معناه عايز يقول لك ان ال resulted fetus او الجنين هيكون male، اللي طبعا produced من ال ovum with constant chromosomal structure 22 plus X مع sperm 22 with Y. ده طبعا producing male او chromosomal structure. ده امتى Y ده او chromosome Y يعبر عن نفسه ويبتدي يكون التستيس او الميل genital organs؟ ده بيبتدي after 6 weeks of pregnancy، 6 اسابيع من ال pregnancy او from fertilization. يعني the human embryo doesn't contain chromosome Y. عايز يقول لك بشكل غير مباشر ان الامبريو ده فيميل، لان الفيميل او الامبريو اوف فيميل هو اللي ما عندوش كروموسوم واي، يعني كروموسومال ستراكشر 44 بلس اكس اكس، وبالتالي ايه from the beginning of pregnancy، وبالتالي كروموسوم اكس ده هيبتدي يعبر عن نفسه ويكون الافرس after 12 weeks of pregnancy، 12 أسبوع من الحمل أو fertilization، يعني 3 months. Genital organs are differentiated، بتتكون after 3 months or 12 weeks. الشكل قدامنا بيوضح crossing أو chromosomal structure في cock و chicken. بيوضح لك هنا somatic chromosomes وبيوضح لك هنا sex chromosomes. ده بالنسبة في الكوك، وهنا نفس الكلام في الشيكن. وبيسألني all the following statements are correct، كل ده صح except ما عدا، يعني هنختار الرونج. Both sexes carry the necessary chromosome for life. ده حقيقي. طب هو يقصد ايه؟ معناه ايه ان الاثنين carrying ال 6 chromosome او الكروموسومز ال necessary for life؟ يقصد الكروموسوم زد. طب انا عرفت منين ان زد هو اللي necessary for life؟ لانه موجود في الاثنين، في الميل والفيميل، زي بالظبط عندك الكاريوتايب في الهيومن. انت بتشوف هنا 6 كروموسوم اكس، ده necessary for life. طب والميل؟ الميل كمان عنده 6 كروموسوم اكس لانه مهم،
necessary for life. فاحنا مش ممكن نلاقي حد او هيومن الكروموسومال ستراكشر بتاعه ما فيهوش 6 كروموسوم اكس، لان ده necessary for life وموجود في كل السوماتيك سيلز. ما فيش سوماتيك سيل او خليه جسميه مش موجود عندها ال 6 كروموسوم اكس، سواء في الميل او الفيميل. فده حقيقي، ال 6 كروموسوم اكس في الفيميل زي زد هنا في التشيكن والكوك، فطبعا موجودين. فهقول على الستيتمنت دي رايت. Females are responsible for sex determination. الفيميل هي المسؤولة عن السكس ديترمينيشن، دي الفيميل. ولو بصينا على السكس كروموسومز هلاقيهم are different. فطبعا هنا الفيميل مسؤول عن السكس ديترمينيشن زي الميل في الهيومن. بص عند الميل في الهيومن احنا قلنا ان الميل هو اللي مسؤول عن السكس ديترمينيشن لان السكس كروموسومز are different، مختلفين او asymmetric x و y. فستيتمنت دي رايت. تعالوا نقرأ دي. Both sexes are similar in the number of autosomes. تعالوا نبص ده number of autosomes في الكوك 76 والnumber of autosomes في الchicken 76، يعني both of them are similar at the bot في number of autosomes. يعني تعالوا نقرأ بقى choice C. The male are responsible for sex determination. طبعا الstatement دي wrong، لان لو بصينا على الميل او الكوك هنلاقي السكس كروموسومز السيمتريك متماثله زي الفيميل عندنا، فالميل هنا مش responsible for sex determination. الميل مش responsible for sex determination، دي statement wrong اللي هناخد. السؤال الثاني بيسال هنا number of autosomes in the pancreatic cell of the hen. سواء على فكرة هن أو كوك، عدد الأوتوسوم هتاخد طبعا ده عدد الأوتوسوم 76 وعدد الكروموسومز 2، بس هو بيطلب الأوتوسومز بس، فأنا هقول 76. طيب لو سأل عن الكروموسومز هاخدهم كلهم، يبقى 76 plus 2 يعني 79، بس هو بيسأل عن الأوتوسومز بس فهختار 76. بعدين بيسأل number 3، number of autosomes in the sperm of cock. تعال نروح للكوك، عدد الاوتوسوم في الكوك 76. طيب في السبرم، السبرم او الجامت يبقى نص العدد، نص العدد 38. هنا لو كان بيسال عن الاوتوسومز، طب لو طلب الكروموسومز كلها يبقى هاخد كمان واحد بس من هنا يبقى 39، بس هو بيسال بس عن الاوتوسومز، الاوتوسومز بس 38، اخدت نص العدد من هنا 76 ونصهم 38. لو سأل على number الكروموسومز يبقى هاخد واحد بس من السكس، من الزيت دي هاخد واحدة يكون 39، ده لو كان طلب الكروموسومز، لكن هنا بيطلب بس الأوتوسومز. The following figures illustrates the stages of the human embryo formation in weeks. وبيسأل هنا the gender of the embryo is determined، يعني جنس الجنين بيتحدد امتى بالظبط. طبعا at the moment of fertilization يعني في لحظة fusion الفيميل جميت، زي ما تعرف طبعا الأوفم تركيبها ثابت ما بيتغيرش. مثلا fusion مع sperm with Y، طبعا resulting embryo هنا producing male، يعني الجنس بيتحدد at the moment of fertilization. لكن after 6 weeks بقى يبتدي كروموسوم Y يعبر عن نفسه ويكون male genital organs or testes، لكن الجنس بيتحدد at the moment of fertilization في لحظة الفيوجن أو الفيرتلايزيشن، الميل والفيميل جميت، أو ممكن يقول يعني during the first week. بيسأل هنا two testes يعني الميل genital organs are differentiated، يعني بتبتدي تتكون امتى؟ طبعا بتتكون after 6 weeks، ما فيش 6 weeks هاخد يعني اقرب حاجة 7 weeks، وده ليه؟ لان زي ما قلنا كروموسوم Y بيبتدي يعبر عن نفسه ويكون الميل genital organs after 6 weeks from fertilization، يعني من 6 اسابيع من الفيرتلايزيشن.
لكن لو الامبريو او الجنين فيميل هيبتدي السكس كروموسوم اكس يعبر عن نفسه ويكون الاوفريز او الفيميل جينيتال سيستم ده after 12 weeks from fertilization 12 اسبوع من الفيرتلايزيشن or 3 months. هختار اقرب حاجه. If normal sperm doesn't contain sex chromosome X, يعني إيه؟ Normal sperm ما عندوش sex chromosome X, يعني أكيد بيقصد sperm with Y. ما فيش احتمال غير كده. ما هو sperm with X أو sperm with Y. بيقول هنا sperm doesn't contain sex chromosome X, يعني عايز يقول لك ده sperm containing sex chromosome Y. حصل fertilization مع ovum. والأوفم ملاش غير احتمال واحد أو structure واحد 22 أوتوسوم plus 6 كروموسوم X واحد, يعني ده تركيب ثابت للأوفم 22 plus X والسبرم عندنا 22 plus Y. طبعا ده resulting normal male, ولأن هنا بيقول normal sperm وبيقول normal ovum, ف resulting individual. The individual that is resulted from fertilization normal ovum, يعني 22 plus X by a sperm 22 plus X, وحدد لي السبرم, السبرم with X. أكيد the resulting individual أو embryo هيكون normal female. السبرم نورمال والأوفم نورمال, والسبرم حدد لي السكس كروموسوم اكس, يبقى اكيد الريزلتد انديفيدجوال نورمال فيميل. When an ovum divide of sex chromosome, يعني الأوفم الاستراكشر بتاعها هيكون 22 اوتوسوم بس ما عندهاش السكس كروموسوم اكس. Is fertilized by sperm 22 plus Y, وحدد لنا تركيب السبرم 22 plus Y, وده resulting individual 44 plus Y. هنا هنقول ان الأوفم dies after fertilization, والسبب هنا absence of 6 chromosome X. 6 chromosome X مش موجود. 6 chromosome X ده مش بس عليه الجينز responsible for appearing sex characters, لا هو كمان عليه جينز بتعمل كنترول لفيتال بروسيسز, عمليات حيويه مهمه جدا خاصه بالهارت والكدني. فلو دورنا او بصينا على اي سوماتيك سيل في الفيميل او الميل, لازم هنلاقي السكس كروموسوم اكس اللي بنقول عليه نيسيساري فور لايف, عليه جينز مهمه بتحكم عمليات حيويه مهمه جدا بتحصل في جسمنا. غير male with Klinefelter syndrome is similar to male with Down syndrome. يا ترى شبه بعض في ايه؟ هنا بنشوف نشوف الريتشايز number of sex chromosomes. الميل عنده 2 sex chromosomes في الداون, اما Klinefelter عنده 3 sex chromosomes. number of chromosome X, male هنا of down عنده 1 sex chromosome X long ده, أما Klinefelter عنده 2. number of autosomes, لا طبعا down عنده عدد أكبر من الأوتوسومز, لأن زي ما أنت شايف هنا في 3 copies من الأوتوسوم number 21, لكن متشابهين presence of chromosome Y, الاثنين عندهم chromosome Y, الاثنين male. Male in Down's syndrome is different from female. يا ترى مختلفين في ايه؟ Number of sex chromosomes. لا, في الميل هنا بنشوف 2 sex chromosomes, في الفيميل بنشوف 2 sex chromosomes. Number of autosomes. لا, عدد الأوتوسومز في الميل والفيميل متساويين. زي ما انت شايف الاثنين عندهم 3 copies من chromosome number 21. Case symptoms, الأعراض, الأعراض طبعا بتكون واحدة لكن they are different, مختلفين the type of sex chromosomes. هنا بنشوف الـ type, النوع, الميل عنده
X Y long X والشورت Y، لكن الفيميل عندها 2X. الشكل اللي قدامنا بيوضح different cases of fertilization. تعالوا نربط الكيسز دي باللي اخدناه. مثلا الشكل ده بيوضح السبرم، وعندك two different sperms، يعني ده sperms مختلفين. اكيد واحد مثلا sperm with Y، هنا sperm with X. وهقول لكم ليه قلت ده sperm with Y وده ليه X. الاشكال دي بتمثل الأوفا. هنا normal أوفا، normal ovum sorry، وهقول الكروموسوم الستراكشر بتاعها 22 plus X. ليه هي normal؟ عندها 6 كروموسوم X واحد، فتبقى نورمال مفيهاش مشكله. دي ابنورمال اوفم، ما عندهاش 6 كروموسوم اكس، ده مش موجود عندها. دي ابنورمال اوفم عندها 2 6 كروموسوم، عندها اكس واكس ابنورمال. طبعا دي كمان ابنورمال اوفم عندها 2 6 كروموسوم اكس اكس. تعالوا نقرا اول سؤال. Which of the following is produced from the fertilization of gametes with chromosomal structure N minus 1؟ هندور على الكيس اللي resulted من fertilization gamete N minus 1. طب هي مش الجميت دايما بنقول عليها N؟ يعني ايه N minus 1؟ N minus 1 دي يعني الجميت دي ما عندهاش 6 كروموسوم X، شلنا X خالص فسميناها N minus 1. يبقى ال 1 ده اللي شلناها، اللي شلناه ال 6 كروموسوم X. تعالوا ندور فين الحالة اللي resulted من fertilization جميت N minus 1 أو جميت ما عندهاش 6 كروموسوم X أو ما عندهاش 6 كروموسومز خالص، هي الكيس نمبر 3. تعالوا نجاوب على السؤال الثاني. Which of the following suffers from short stature؟ الحالة أو الكيس اللي بتعاني من قصر القامة، الحالة دي هي Turner syndrome. طيب يا ترى هي أي كيس قدامنا؟ الكيس نمبر 3. Turner resulted من ovum زي ما قلنا 22 بلس 0، يعني ovum ما عندهاش 6 كروموسومز خالص، و sperm 22 بلس X. ده السبرم ده 22 بلس X. طبعا ده resulting الحالة دي بتدينا Turner، وبيأكد لي ده بيقول لي انها suffers from short stature، قصر القامة، يعني الكيس نمبر 3. Number 3. Which of the following produces sterile male؟ sterile male يعني ميل عقيم، والsterile male اللي أخدناه هو Klinefelter syndrome، وده resulted من الكيس نمبر 1. طب الكيس نمبر 1 دي ايه؟ دي abnormal ovum، الستركتشر الكروموسومال ستركتشر بتاعها 22 plus X X. دول هنا 2X 2 6 كروموسوم X، ده واضح قدامك، دي ovum abnormal عندها 2 6 كروموسوم X. أما السبرم ده طبعا هقول عليه sperm with Y. ليه؟ لأن كاتب لك هنا ال 6 كروموسوم بلون مختلف، عايز يقول لك إن ال 6 كروموسوم هنا في السبرم غير ال 6 كروموسوم في الovum، فأكيد السبرم هنا with Y، يعني الكروموسومال ستراكشر هيكون 22 plus Y، وقلنا الأوفم الأبنورمال طبعا 22 plus XX. يبقى الكيس نمبر 1 دي هتكون Klinefelter، طبعا Klinefelter نمبر 1، وده الكيس الستيرايل عقيم. طيب Which of the following produces 6 gametes containing chromosome Y؟ يعني ايه 6 جميت containing chromosome Y؟ يعني يقصد السبرم. مين كيس من هنا المفروض انها producing sperm with Y؟ اكيد هيكون الميل، عندنا هنا بس 2 ميل، نمبر 4 ده ميل ونمبر 1 ميل Klinefelter. بس طبعا انا هستبعد Klinefelter خالص او ميل of Klinefelter، لان الميل هنا sterile عقيم، فانا هستبعده، فانا قدامي طبعا الكيس نمبر 4.
لأن ده normal male. طب إزاي normal male produced من sperm with Y و ovum طبعا X ده الـ structure بتاعها ثابت. طب ليه أنت قلت الـ sperm ده with Y دي مش sperm with X؟ بص ده كده ده sperm with X لأن الـ 6 كروموسوم هنا similar للـ 6 كروموسوم اللي موجود في الـ ovum، والـ ovum X يبقى هنا sperm with X لأن الاتنين similar شبه بعض. لكن الـ 6 كروموسوم هنا مختلف عن الـ 6 كروموسوم اللي موجود في الـ ovum، فأكيد هنا الـ 6 كروموسوم هيكون Y، يعني الـ resulting individual هنا هيكون male، والميل ده normal male بيقدر produces gametes أو sperm with Y. Female with Turner's syndrome is similar to female with Down's syndrome in the دي female with Turner ودي female with Down. تعالوا نشوف هما شبه بعض في ايه. مثلا تعالوا نختار هنا number of 6 chromosomes. لا طبعا التيرنر هنا عندها ناقصة 6 كروموسوم، أما هنا 6 كروموسوم في داون 2، لكن تيرنر عندها واحد 6 كروموسوم. number of autosomes لا طبعا زي ما احنا شايفين داون عندها عدد من الأوتوسوم أكبر، لأن بير number 21 عندها 3 كابس من كروموسوم number 21 مش 2، فطبعا لا. السيمبتومز الأعراض طبعا بتكون مختلفة، لكن they are similar متشابهين in the absence of chromosome Y. الاثنين ما عندهمش كروموسوم Y لأن both of them female. Both of them are female. Number of autosomes in the ovum. Ovum أو الفيميل gametes يبقى هبص هنا. أنت شايف هنا بالكروموسومز بتشوف واحد بس، ما بتشوفش بير، بتشوف كروموسوم واحد. فبالتالي هنا عدد الكروموسومز في الأوفم بيبقى نص عدد الكروموسوم في أي سوماتيك سيل. هو بيسأل عن الأوتوسوم، يبقى هكون محددة، هياخد كل الكروموسومز ما عدا الـ 6 كروموسوم نمبر 23، وبالتالي العدد بيكون 22 كروموسومز، أو الأوتوسومز في النورمال أوفم بيكون 22. Number of chromosomes in a somatic cell of a female with Down syndrome. هروح ل female with Down syndrome وبيسأل هنا عن الكروموسومز. الكروموسومز يعني هياخد كل الكروموسومز اللي موجودة في الصوماتيك سيل. طبعا العدد هيكون 47. ليه مش 46؟ لأن عندك في 21 في 3 كابس من الكروموسومز، فهيكون 46. When an ovum 23 plus X. هل الأوفم دي نورمال؟ طبعا الأوفم دي مش نورمال، غير طبيعية، لأن في عدد من في إكسترا كروموسوم زيادة في الأوتوسوم. النورمال الأوفم بيكون تركيبها 22 plus X. Is fertilized by sperm with chromosome X. يعني السبرم هيكون 22 plus X والأوفم 23 plus X، يعني resulting individual هيكون 45 plus X X. طبعا دي female عندها autosome extra، هتكون female with Down syndrome. normal sperm. هنا normal sperm عندنا احتمالين، يا ترى 22 plus X or 22 plus Y. fertilized a human female ovum that contain 24 chromosomes. 24 chromosomes معنى كده ان الاوفم دي abnormal غير طبيعية، لانك عندك extra chromosome، في كروموسوم زيادة، بس يا ترى الزيادة ده فين؟ 6 chromosome ولا في الاوتوسوم؟ بيقول ان الاوفم دي including only one 6 chromosome، يعني عندها 6 كروموسوم واحد، اكيد هو X مش حاجة تانية، يبقى أكيد الإكسترا عندك في الأوتوسوم. يعني الأبنورمال أوفم اللي بنتكلم عليها هيكون الكروموسومال ستراكتشر بتاعها 23 plus X. fertilized by حصلها fertilization by sperm. مش عارفين لسه السبرم with X or Y، هنعرف هنا إن السبرم ده differs، بيقول differs from 6 chromosomes of sperm. الأوفم دي عندها 6 كروموسوم،
differs بيختلف عن السكس كروموسوم اللي موجود في السبرم. يعني هاخد السبرم ده ولا السبرم ده؟ اكيد طبعا هاخد السبرم with Y، لان بيقول هنا ان الاوفم دي عندها سكس كروموسوم بيختلف عن السكس كروموسوم اللي موجود في السبرم. هي عندها، انا متاكده ان الاوفم مش بيكون عندها غير سكس كروموسوم اكس. ديفر مختلف عن السكس كروموسوم اللي موجود في السبرم، يبقى اكيد السبرم with Y، وبالتالي هنا سكس كروموسوم اكس مختلف عن السكس كروموسوم اللي موجود في السبرم اللي هو Y. خلاص، يبقى انا كده عرفت السبرم وعرفت الاوفم. اكيد الكروموسومال ستراكشر ده resulting individual هيكون 20، هيكون سوري 45 plus XY. الكروموسومال ستراكشر ده 45 plus XY، اكيد ده طبعا ميل with Down syndrome. Which of the following cells contains the least number of chromosomes؟ عدد أقل من الكروموسومز. يا ترى liver cell of normal male، كل النورمال ميل أو حتى الفيميل، خلايا الليفر أو كل خلايا السوماتيك بيكون عندها 46 chromosomes. Muscle cell from the intestine الأمعاء. Muscle cell، خلايا عضلية من الأمعاء. Of a female with Down syndrome، هو هنا عايز يقول لك سوماتيك سيل. سوماتيك سيل اوف داون سيندروم كلهم عندهم 47 كروموسوم، لان عندهم اكسترا في الاوتوسوم نمبر 21. سكن سيل اوف ا ميل وذ كلاينفلتر سيندروم، كلاينفلتر كلهم عندهم 47 لانه عنده اكسترا 6 كروموسوم اكس. طبعا العدد الكيدني سيل، او مش لازم يقول لك كيدني، انت عارف الكيدني دي سوماتيك سيل. اوف ا فيميل وذ تيرنر سيندروم، لا طبعا تيرنر سيندروم عندها اقل عدد من الكروموسوم 45. ليه؟ لانها عندها 6 كروموسوم اكس ناقص مش موجود، وبالتالي هي اقل عدد. The opposite figures represents the karyotype of a human sperm when fertilization occurred to the ovum. The resulting baby was a female suffering from، كانت female بتعاني من congenital defects، مشاكل in heart and kidney. أكيد عرفناها دي، أكيد female with Turner syndrome. Which of the following represent the karyotype of the fertilized ovum؟ يا ترى إيه الأوفم اللي طبعا abnormal لما حصل معاها او لما حصل لها fertilization مع sperm resulting turner او الفيميل اللي بتعاني من congenital defects في الهارت. هفكرك بسرعه بالكروموسومال ستراكشر بتاع turner. turner produced بتيجي من abnormal ovum. الاوفم دي غير طبيعيه. ليه؟ لان ما عندهاش 6 كروموسوم اكس. لكن شايفين دي النورمال اوفم 22 اوتوسوم و6 كروموسوم اكس، لكن دي ابنورمال اوفم بتاعت تيرنر. حصل لها فيرتلايزيشن مع نورمال سبرم ريزلتنج طبعا بتدي تيرنر، وده الكاريوتايب بتاع تيرنر سيندروم. شايفين المفروض يكون في ميل عندها 2 اكس، لا هي عندها 6 كروموسوم اكس واحد. هندور دلوقتي على كاريوتايب كونتيننج 22 أوتوسوم بس وما عندوش 6 كروموسوم X. هنا طبعا بنشوف الأبنورمال أوفم اللي ما عندهاش 6 كروموسوم X. هنا طبعا ما فيش 6 كروموسوم خالص، وعدد الأوتوسوم هيكون أو الكروموسومال ستراكشر بتاعها هيكون 22 plus 0. دي الأبنورمال أوفم لما حصل لها fertilization مع normal sperm with X طبعا resulting Turner's syndrome، وهي الفيميل اللي بتعاني من عيوب خلقية في الهارت والكيدني congenital defects in heart. What is the ratio between the number of 6 chromosome X in skin cell؟ مش لازم يقول لك somatic cell، انت عارف ان skin cell هي somatic cell. Of a normal male، يعني هروح للكاريوتايب ده normal male قدامك، ودي somatic cell يعني skin pancreatic. اوكي، فمش لازم يقول لك سوماتيك سيل، انت عارف ان السكن هير سوماتيك، بنكرياس ستومك، كل دي سوماتيك سيلز.
وبيقول كمان نفس السيل دي في الفيميل. بنشوف في الكاريوتايب في الهيومن ميل 1 sex chromosome X, sex chromosome X واحد, وفي الفيميل 2 sex chromosome X. يعني الريشيو من الميل للفيميل في السوماتيك سيلز 1 to 2. The two opposite figures represent the karyotype of two gametes, one and two. اللي قدامنا دي طبعا جاميت, لان زي ما انت شايف فيها نص العدد من الكروموسومز اللي المفروض تبقى موجوده في السوماتيك. بس يا ترى هما نورمال؟ تعالوا نشوف. نمبر 1 بتشوف في الكروموسوم نمبر 23, انت شايف اولا العدد كله 23, يبقى اكيد ده نورمال. وبتشوف في السكس كروموسومز بتشوف الكروموسوم الشورت, يبقى اكيد ده واي, يعني ده سبيرم وذ واي, يعني 22 بلس واي, وده نورمال ما فيهوش حاجه. انا قلت على ده واي لان شايفه سكس كروموسوم شورت, فاكيد ده واي, اكيد ده سبيرم, سبيرم وذ واي, والعدد الكلي 23, يبقى ده نورمال سبيرم. تعالوا نشوف هنا بقى, دي ابنورمال اوفم, اوفم غير طبيعية. ليه؟ لأن أولا عدد الكروموسومز الكلي 24, وبتشوف كمان في 6 كروموسومز 2X, يعني الكروموسومال استراكشر بتاع الأوفم ده دي 22, عندها 22 أوتوسوم بلس XX. أكيد لما هيحصل فيوجن أو فيرتلايزيشن ده resulting 44 plus x x y the client filters. Which of the following includes a scan cell of that contains 46 chromosomes? ال scan cell اللي عندها 46 chromosomes أكيد دي normal. أكيد طبعا هي مش down, أكيد مش كلاين فلتر, أكيد مش تورنر. اللي عندها 46 كروموسومز يا نورمال ميل يا نورمال فيميل. Look at the opposite figure then answer the following. الشكل اللي قدامنا ده بيمثل إيه؟ الشكل اللي قدامنا ده بيمثل جاميت. ليه؟ لأنك في كل نمبر بتشوف كروموسوم واحد بس مش اتنين. طيب الجاميت ده نورمال ولا ابنورمال؟ ابنورمال, لانك بتشوف هنا في السكس كروموسوم بتشوف 2 سكس كروموسوم اكس, يعني الكروموسومال استراكشر للجاميت دي 22 بلس اكس اكس, يعني التوتال نمبر 24 مش 23, وبالتالي هقول عليها ابنورمال اوفم. طيب فكروا معايا, هو ليه مش ابنورمال سبيرم؟ مش ممكن يكون خطا طبعا ويدانا abnormal sperm؟ ما هو السبرم فيه X, لو حصل mistake و resulting abnormal sperm, فال abnormal sperm هنا هيكون 22 plus X Y. مش ممكن أبدا abnormal sperm يكون 22 plus X X. السبرم هيجيب 2 X منين؟ السوماتيك سيل بتاعت الميل عندها X Y, فلو حصل mistake في الميوسيس ديفيجن ده هي resulting XY 22 plus XY. مش ممكن abnormal male يكون عنده 22 plus XX, فطبعا ده abnormal ovum. وشوف the following can be resulted or produced from the fusion, الجميت دي الabnormal طبعا, with another normal gamete. الجميت دي اللي قلنا عليها 22 plus XX, لو حصل fertilization مع sperm with Y, يعني 22 plus Y, ده resulting Klinefelter, بس Klinefelter مش موجود هنا في choice. بس ممكن يحصل fusion مع sperm تاني 22 plus X واحدة, وده resulting 44 plus 3X. ده طبعا الكيس دي الابنورمال كيس دي اسمها polyploidy, يعني كيس او حالة بنلاقي فيها تعدد الكروموسوم او السكس كروموسوم. شكل اللي قدامنا ده بيمثل كاريوتايب يا ترى لايه؟ طبعا جاميت, لانك شايف نص عدد الكروموسومز, شايف 23 كروموسومز بس, فطبعا ده جاميت, وطبعا هيكون نورمال. ممكن يكون نورمال سبيرم
لان هنا موجود السكس كروموسوم اكس اللونج، وده موجود في السبرم او الاوفم، وممكن تكون نورمال اوفم اللي عندها سكس كروموسوم اكس بس، فده ممكن يكون نورمال سبرم او نورمال اوفم. Which of the following chromosomes carries the gene of blood group? Chromosome L أو chromosome number 9 هو الكروموسوم that carries genes of blood group. The absence of Z from the gametes. لو Z مش موجودة يعني السكس كروموسوم X اللي قدامك ده مش موجود، يعني chromosomal structure الجميت دي هيكون 22+0. وحصل fertilization with normal sperm. Sperm ده المفروض ممكن يكون 22+Y. ده الاحتمال الوحيد اللي أخدناه، أو ممكن يكون 22+X. في الحالة دي resulting 44+X بس، والحالة دي طبعاً هي تيرنر سيندروم، دي الحالة الوحيدة اللي أخدناها. The person who has 45 chromosomes يعني عنده chromosomes النورمال 46 بس الشخص ده عنده 45، عنده chromosome مش موجود. دايما الحالة اللي أخدناها بتكون تيرنر سيندروم اللي طبعا فيميل، دي الكيس اللي أخدناها وبيكون عندها عدد من الكروموسومز 45 كروموسومز. Chromosomes are present in symmetric pairs يعني pairs متماثلة، ده بنشوفه بس في الكاريوتايب of normal female، عندها في كل pair في symmetric chromosomes يعني chromosomes متماثلين شبه بعض، حتى في sex chromosomes عندها 2X 2 sex chromosome X متماثلين أو متشابهين. الشكل اللي قدامنا بيوضح 3 abnormal chromosomal cases ال Y and Z، المفروض انهم 3 حالات غير طبيعية. اما الشكل هنا اما بيوضح هنا ال number of sex chromosome X، يعني مثلا ال عندها sex chromosome X 1 Y 2 sex chromosome X Z 1 sex chromosome X، والمفروض ان الثلاثة افراد غير طبيعية. تعالوا نشوف، نتوقع ان ال ده مين اللي المفروض عنده 1 sex chromosome X؟ اتوقع انه يكون تيرنر عندها 1 sex chromosome X، او ممكن يكون ميل داون سيندروم، ميل داون سيندروم عنده كمان 6 كروموسوم X 1. نفس الكلام Z ممكن يكون تيرنر او ممكن يكون ميل داون سيندروم لانه عنده 6 كروموسوم X 1 زي L. اما Y اكيد انت عرفتوه عنده 2 6 كروموسوم X، اكيد ده كلاينفيلتر. بيسألني هنا the cells of individuals L similar to cells of individual Z. احنا اتفقنا ان L و Z الاثنين ممكن يكونوا تيرنر او ممكن يكونوا ميل داون سيندروم، يا ترى هما متشابهين في ايه؟ type of sex chromosomes، تيرنر هنا عندها sex chromosome X لكن ميل داون سيندروم عنده sex chromosome X Y، فالتايب مختلف النوع مختلف. number of sex chromosomes، تيرنر عندها 1 sex chromosome X لكن ميل داون سيندروم عنده 2 sex chromosomes، واحد sex chromosome X والتاني Y، يعني النمبر مختلف. number of somatic chromosomes، الميل داون هنا عنده 45 somatic يعني عنده زيادة في الـ number of autosomes، يعني الـ autosome 21 عنده منه 3 couples، يعني هنا في extra autosome زيادة. أما بالـ autosomes Turner ما عندها زيادة ولا حاجة، الـ Turner عندها 44 autosome لكن male down syndrome عنده 45 autosome، فطبعا الـ number of autosomes مختلف. order of autosomes، انا هاخد الاوردر اوف اوتوسوم ليه؟ لان الاثنين الاوتوسومز
arranged أو الكروموسومز عموما مترتبة in descending order من الأكبر للأصغر، فده التشابه الوحيد بين Turner syndrome و Down syndrome الـ order of autosomes. نمبر 2 بيسألني هنا عن الكيس Y. Y طبعا من غير تفكير عنده 2 sex chromosome X، يعني male with Klinefelter syndrome. A woman went to a doctor and he told her that she was pregnant. راحت للدكتور وأخبرها بأنها pregnant يعني حامل. And the possible date of becoming pregnant was الديت ده. يقصد بالديت ده إن هنا الوقت أو المومنت of fertilization، الوقت اللي حصل فيه fusion اندماج الفيميل جميت والميل جميت producing البيبي أو الفاتس أو الامبريو. الوقت اللي حصل فيه fusion أو fertilization ده الـ date of pregnancy، وقت الحمل. And the required tests were done after 20 weeks، بعد 12 أسبوع from the becoming of pregnancy، من وقت الحمل. She did a test، عملت test for determining the gender of embryo، علشان يحدد أو تعرف جنس الجنين. And the doctor told her that he was a male، الدكتور قال لها إن الامبريو male. So it is expected، من المتوقع that the genital tissues، genital tissues يقصد بيها التستيس بالنسبة للميل، of the embryo starts to form the two testes on، يعني ال two testes اتكونت امتى بالضبط، from the beginning of pregnancy، وقت الحمل حصل في الديت ده. انت المفروض هتعد 6 weeks from the beginning of pregnancy. ليه 6 weeks؟ لأن كروموسوم Y في حالة الامبريو لما يكون ميل بيبتدي يعبر عن نفسه ويكون التستيس أو الميل جينيتال أورجانز بعد 6 weeks from the beginning of pregnancy أو الفيرتلايزيشن. فطبعا بعد الديت ده هنعد 6 أسابيع أو شهر ونص علشان نعرف الوقت اللي هيبتدي الواي أو الكروموسوم Y إنه يكون الميل جينيتال أورجانز أو التستيس ده. طبعا هيكون الديت ده. The embryo with Turner syndrome، طبعا هي female. The formation of gonads، gonads يعني الأوفرس، عندها cells after 3 months. ليه؟ لأن Turner syndrome دي female، هيبتدي chromosome X يعبر عن نفسه بعد 12 weeks أو 3 months from the beginning of pregnancy أو from the moment of fertilization، من وقت الحمل أو وقت fertilization. What is the determinant of the baby sex؟ يا ترى الميل or female؟ طبعا الميل أو الفاذرز كروموسومز. وده ليه؟ لأن الميل زي ما اتفقنا عنده two types، نوعين من السكس كروموسومز X and Y، وبالتالي producing two types of sperm، sperm with Y sperm with X. وطبعا sperm with Y ده أو الكروموسوم Y هو اللي carrying الجينز المسؤولة عن إظهار الميل sex characters، وبالتالي لما يحصل fusion الميل ده with Y مع الفيميل اللي الكروموسوم بتاعها ثابت أو نوع واحد بس من الكروموسوم structure 22 plus X، ده producing male. أما السبرم التاني أو السبرم with X اللي containing sex chromosome X، لما بيحصل fusion مع السبرم ده والأوفم اللي الكروموزومال structure بتاعها ثابت 22 plus X مش بيتغير، ده resulting female، يعني اللي بيحدد sex of the embryo هو الميل أو الفاذرز chromosomes X and Y، تحديدا Y. طبعا انا فوت سؤال 34 و 35 لانهم سهلين مفهمش حاجه. هنا بيسال which sex chromosome are present in all mature human sperm cells. كل الhuman sperm cells الماتشر او النورمال اكيد لازم containing sex chromosome X or sex chromosome Y،
وعشان كده زي ما اتفقنا بيكون الميل أو الفازرز كروموسومز which is responsible for sex determination of the baby. فهأختار هنا كروموسوم X or Y. السؤال اللي قدامنا ده سؤال عن Mendel's Laws. سؤال نمبر 11 page 37 في المعاصر. كان عامل مشكلة لزمايلكم, تعالوا نقرأ مع بعض. Type of fish crossing between blue colored. Parent two fishes, الاثنين blue colored, male and female. هنعمل cross ما بين male and female, two fishes الاثنين blue. بيقول after crossing resulting offspring اللي موجود قدامنا, يعني ده الأوفسبرينج أو الجيل اللي نتج من الكروسينج ده أو التزاوج ده. تعالوا نبص عليه. بتشوف green color بتمثل 25%, وبتشوف كمان 50% blue colored. طيب ايه معنى ظهور الصفة دي أو ظهور صفة الجرين اللي ما كانتش موجودة في البيرنت؟ ده بيأكد لك ان الـ two parents البلو دول ما كانوش بيور, يعني أكيد هو بلو بس عنده جين الجرين اللي مش ظاهر, وأكيد جين الجرين ده جين ريسيسيف ما بيظهرش لون الجرين غير لما يكون فيه اتنين منه مع بعض, وبالتالي جين واحد من البلو دومينيت على جين الجري والسمكة طلع لونها بلو. فأوكي فالسمكة دي بلو بس هايبرد مش بيور. فلما عملنا كروس مع بلو تانية هايبريد, تعالوا نشوف الكروسينج. انا اخترت الجينوتايب ده بي كابيتال بي سمول, بي كابيتال بي سمول ده التو فاشز البلو الهايبريد. لما هنعمل كروس اول حاجه بتطلع الجميت, المفروض ان هنا 50% بلو والجميت يعني 50% عندها جين البلو و 50% جين الجرين. نفس الكلام هنا 50% جين البلو و 50% جين الجرين. هنعمل كروسينج. اول جين لاول بيرنت مع اول جين البيرنت الثاني ادانا بي كابيتال بي كابيتال, هقول على ده بلو بس بيور. الجميت ده مع بي كابيتال مع بي سمول ده بلو بس هايبريد. هجرب الجميت ده هنا مع ده بي كابيتال بي سمول, بعد كده هنا بي سمول بي سمول بي سمول بي سمول ده جينوتايب الجرين اللي بيمثل عندك 25%. هو فعلا حقيقي هو بيمثل 25% من كل الأوفسبرينج أو من كل الجيل, يعني خلاص أنا اتأكدت إن إيه ده أو الجرين بي سمول بي سمول. طيب تعالوا نشوف بقى بي. بي ده بيمثل 50% وهو بلو, فأكيد بي ده الجينوتايب ده بي كابيتال بي سمول. بي كابيتال بي سمول جينوتايب يعني ده بيمثل البلو كولورد الهايبريد. انت فعلا ملاحظ ان 50% من الجيل كله بلو كولورد بس هايبريد, يعني الجينوتايب بتاع البي ده بي كابيتال بي سمول. طبعا هختار choice A. احنا قلنا B capital B small و P يعني تقريبا choice C. بأكد تاني هنختار choice C. choice C انت بتشوف A offspring A B small B small وده بيمثل 25% من الأوفسبرينج. شايف 25% من الأوفسبرينج لما عملنا كروس مع بلو بي كابيتال بي سمول بي كابيتال بي سمول. أما بي ده الأوفسبرينج البلو الهايبريد اللي بيمثل فعلا 50% من الأوفسبرينج.